نسعى في إمارة منطقة الرياض كل يوم لدعم عملنا بأحدث التقنيات، واليوم نشهد إطلاق منظومة تطبيق اللجان للهواتف الذكية. يخدم التطبيق الأعضاء المنتسبين لجميع اللجان في الإمارة ويسهل عملهم. يوفر للأعضاء كافة البيانات المتعلقة باجتماعاتهم الدورية والطارئة، كما يوفر وسيلة تواصل سريعة وفعالة بين أعضاء اللجنة، وآلية إلكترونية للمصادقة على نتائج الاجتماعات والقرارات المتخذة. يسهل التطبيق عملية إدارة بيانات اللجان من خلال لوحة تحكم على الويب. يختص سكرتير اللجنة بإضافة كل اجتماع جديد داخل النظام بكل تفاصيله. فور إضافة الاجتماع يتم التنبيه به إلكترونياً لكافة الأعضاء. يتيح التطبيق للأعضاء إرسال مقترحات للاجتماع أو إعلان الحضور من عدمه، وبعد انتهاء الاجتماع يرفع المحضر إلكترونياً من قبل سكرتير اللجنة على النظام مع إخطار كافة الأعضاء بالمحضر للموافقة عليه، علماً بأن التوقيع الإلكتروني يكون أيضاً من خلال تطبيق الجوال. يساعد النظام أعضاء اللجان بعدة تنبيهات، مثل التنبيه بتذكير قرب موعد الاجتماع أو بالتعديل على أجندة الاجتماع أو التذكير بعدم التوقيع على محضر الاجتماع، كذلك الإعلان عن إضافة عضو جديد. تدار كل العمليات من خلال لوحة التحكم على الويب بواسطة سكرتير اللجنة. من خلاله يمكنه متابعة كافة المراسلات والطلبات وإرسال التنبيهات وغيرها من المهام، كما يمكن النظام من طباعة كافة التقارير. إمارة منطقة الرياض وملائم لأنظمة تشغيل الهواتف الذكية أندرويد وآي أو إس. تطبيق اللجان الخطوة المناسبة نحو بيئة عمل أكثر تطوراً.